نوار الدكتور. هلا علاوة حبيبي، هذا خطأ مطبعي صار. صباح الخير عليك دكتور. شوف معي الله الأخبار. يسلمك، شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. رحم الله والديك. الله يستر عليك. ما شفتك بالكلية بعد. دكتور والله خابر على دكتور أثير في سبيل الموضوع، ما موجود، ما موجود. وبعد ما اجينا. اي لا ما موجود. زين شلون اكتب رايك يجي دكتور؟ بعد ما اسوي كذا موجود. هذا الاسبوع كله يعني على الثنين تجي؟ ان شاء الله على السنين، على السنين على الاحد، ما اعرف الاحد احتمال يرجع. بركة الله يوم. ان شاء الله ان شاء الله. الله يوديك دكتور. حبيبي على وقتك. الله يخليك. زين دكتور، ست الملزمة اللي نزلتها هاي نحفظها؟ ألو دكتور، حبيبي على راسي. أقول لك دكتور، هاي الملزمة اللي نزلت مع الأكسون نحفظها؟ لا لا طلع عليها، طلع على الروتين. اللي عنده حاصلة طبية فيطبق عليه، واللي ما عنده حاصلة. زين إذا اكتفيت بس وياك بالفيديوهات. والله شو أقول لك، الفيديو هسه راح أشوفه. أنا أخذت الجروب الأول قبل خمس. ايه احكي بواحد ما اكو، ما حد يستلم، لان هو لا يعني ما دخل حاسبات العمل. لازم يعني لازم مختبر حضور يطبق التوب، يطبق الثاني يعني يسوي الخلاف تطبيق وما يطبقه. لا بس هسه انا يعني اقدر، عندي حاسبه اقدر اذا اكتفي وياك بالفيديو طبيعي، بس بالفيديو. طبيعي ما في مشكله، اذا كنت بالمحاضره طبيعي بس بالفيديو. ها دكتور، الو، سمعتك؟ بس بالفيديو مو؟ اي بس بالفيديو. اذا تلتزم وياه ماكو مشكله، تقدر تتابع اليوتيوب اذا عندك وقت، تقدر تتابع اليوتيوب كلش موجوده فيديوهات يعني كيف وزاد. صحيح 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 دكتور، ممنون منك انا حبيبي. الدنيا مخي السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أني جيت يوم الاثنين على مود سالفة الدندر أناتومي، على مود الفيديوهات اللي محملات بصيغة الـ AMWA، بس لحد الآن ما أعرف يعني دكتور ليش ما مسويين، ما أدري يعني إحنا ليش ما دارسين دندر أناتومي. هنا لازم يندرس بعد جرامو، ما يعرف عنه، لأن هو التدريس مو هنا، مو بالعراق على مود الفحم. ندز لكم اياهم على التليجرام، لا حولين ندز لكم اياهم سيد معاون عميد على التليجرام. اها شكرا.
طلاب بس يكتم العدد ان شاء الله نبدأ محاضرة. السلام عليكم دكتور. دكتور جانو عبد الله حيدر، شكرا. هلا عبد الله. علي نبي موجود. السلام عليكم طلاب، الحمد لله على سلامتكم، نتمنى لكم الصحة والعافية. السلام عليكم دكتور. حبيبي عليكم السلام ورحمة الله. أسمعك عليكم السلام، شلونك هاي شو الأخبار؟ دكتور أكو حضور؟ في أكو الزوم يا أخي حضور، أنا عندي أخذ حضور على الزوم مو على مو جوجل فور. دكتور حضور على الزوم طالب عندنا أدى ظرف. طالب عنده ظرف؟ اي دكتور. شنو اسمه؟ خلي راسلني خل هاي بس اعطيني اسمه وانا بسلم دين. شلون اعطيك اياه بال عتلي؟ كيف عتلي؟ وين ما تريد اعطيني اياه عادي. شكرا دكتور. حبيبي الله يخليك. طلاب اخذنا احنا سابقا برنامج مايكروسوفت وورد وتعلمنا تقريبا محاضرتين شلون نقدر نكتب ونسوي شغلات وننسق على البرنامج مالتنا اللي هو مايكروسوفت وورد. شركة مايكروسوفت اوفيس عندها هواي اصدارات، يعني مثل مايكروسوفت وورد اللي يشتغل على النصوص، وعندي مايكروسوفت وورد اللي يشتغل على مايكروسوفت اكسل العفو اللي يشتغل على قواعد، يعني قواعد البيانات والجداول، وعندنا ايضا مايكروسوفت اكسس يعني باصدارات كل اسبوع. هسه اليوم راح ناخذ برنامج مايكروسوفت اكسل مثل ما ظاهر الشاشه قدامكم،
برنامج اكسل وهو برنامج الجداول الالكتروني الذي يتيح لنا تخزين كم هائل من البيانات في جداول والقيام بالعمليات الحسابية والتحليلات الإحصائية عليها وإنشاء الرسوم البيانية عليها. شلون انشغل برنامج؟ مو شغل برنامج مايكروسوفت اكسل، عندك أي برنامج أنت بالحاسوب مالتك، أي برنامج مجرد أن تعرف اسم هذا البرنامج راح تلقاه وين. إذا بحاسبتك ويندوز 7 يعني أنتم هسه إن شاء الله هم أعطيكم معرفة علوم أيكم خاف واحد ما يعرفها. يعني شركة يعني شركة ويندوز عندها هواي إصدارات، عندها ويندوز 7 وعندها ويندوز 8 وعندها ويندوز 10. شلون تميز هسه هاي الواجهة اللي قدامكم هي ويندوز 10، هاي الواجهة اللي تظهر لك هي ويندوز 10. واجهة الويندوز 7 اللي اخذناها بالمختبرات، المختبرات هي واجهة مال ويندوز 7. هنا عندك ويندوز 10، عندك اذا عندك برنامج تريد شغله، هذا البرنامج مجرد ان تعرف اسمه، مجرد ان تعرف هذا الاسم هذا البرنامج بالويندوز، هنا هذا ويندوز 10 شوف هنا راح يظهر لك البرامج اللي موجوده، اي برنامج انت موجود راح تلقاه موجود هنا بهذا الواجهة. بطلع هاي راح اي برنامج. اذا عندك شنو؟ اذا عندك ويندوز 7، الويندوز 7 تلقى اول بروجرام، هم تلقى هنا شريط ستارت ابدا واول بروجرام تدخل عليه كل البرامج الموجوده. هسه احنا اليوم شنو برنامج؟ آلية تسجيل برنامج مايكروسوفت اكسل، اروح ادور هنا انزل اشوف مايكروسوفت اوفيس، هنا لقيت مايكروسوفت اوفيس، هنا قائمه مستدله طلع لك الاصدارات شركه مايكروسوفت اوفيس. عندنا مايكروسوفت اوفيس وورد اللي هو ظهر مالكم هذا الوورد 2010 اللي احنا اشتغلنا عليه وسويت لنا تحليل عليه. عندنا مايكروسوفت اوفيس اكسل، شوف طلاب اكسل 2010 اللي راح اصير نشرح لكم على هذا البرنامج. هاي الواجهه الرئيسيه لبرنامج مايكروسوفت اكسل. ناخذ التعريف اللي عندنا، يقول لتشغيل البرنامج تعلم شلون شغل البرنامج، يقول اختر جميع البرامج اول بروجرام من قائمه ابدا، ويقول بعدين نروح على مايكروسوفت اوفيس ومن قائمه نختار مايكروسوفت اكسل 2010. ظهرت لنا هاي الواجهه منين تتكون، من العناصر الاساسيه اللي تتكون منها مايكروسوفت اكسل 2010 او اي اصدار. عندنا شريط العنوان طلاب الظاهر امامك هنا اللون الاحمر اللي هو شريط العنوان، هذا شريط العنوان شنو بي؟ يجي اسم اذا مصنف لي بوك 1 بوك 2، يعني زيد مرات ملفات راح نسمي لك اياه هنا اسم ديفولت يبقى لك هنا. اذا شيء ثاني يعني تسميته مثلا كملف بتاعته سميته باسمك، مثلا سميت الملف علي او سميته احمد راح يظهر له اسم علي او احمد بهذا الشريط اللي ظاهر امامك شريط العنوان. عندك شنو؟ شريط القوائم. شريط القوائم خذنا ايضا هذا اخذناه من مايكروسوفت وورد وقلنا يتكون من شريط القوائم، هذا شريط القوائم اللي بها الصفحه الرئيسيه وبادراج وبتخطيط الصفحه وب يعني كل الشغلات بتخص الصفحه مالتي. بعد شنو؟ شريط الادوات. الادوات مثل ما علم يعني مثل ما تشوفون قدامكم شلون اغير نوع الخط، شلون اخلي الكتابه بالمنتصف، شلون اوصف الكلام، شلون انسق الجدول، شنو شلون ادرس خلايا، شلون يعني كل شيء يخص الجداول والكتابه هي تعتبر هاي من ضمن شريط الادوات مالتي. يقول اجزاء هذا الريبون شريط الريبون الظاهر في اعلى المصنف، هذا الشريط يقول منين يتكون لي؟ يتكون لي من ارقام 1 2 3، واحد على المؤشر على الهوم والانسر يعني الصفحه الرئيسيه والادراج. هنا رقم 2 الاوامر كوماند التي تكون مرتبه في مجموعه. طبعا طلاب هذا كلام سرد يعني انا ارجع ويعني يعني مو اعتقاد يعني
لازم الحاسبات العملية بالمستوى. يعني هسه هذا شلون ما نقول قاعد نسوي لكم محاضرة هيك وقاعد نسرد لكم الكلام فقط، يعني شلون ما نقول اسقاط واجب بس، يعني سلك روحنا ويبقى مالكم. فهي لازم مختبر نشرح لكم ونطبق لكم، وماكو شرد. يعني انا لا اتصور في يوم يعني امتحان عملي يجيب لك يقول لك عرف او جي تسوي او عدد، ما عندنا هيك. هاي الامتحان هاي راحه العمل، الشغلات يعني مجرد تطبيق، سوي لي هيك سوي لي هيك، ابقى لي بالحاسبه هاي الفكره، يعني سواء بالامتحانات او بس شو يسوي يعني واضح ايش لازم يعني شو يسوي. دكتور شوف الباوي جابنا دق نزل لنا 20 مدن جيت عملي عملي؟ اي والله دكتور، مو بس عملي حتى نظري. هسه النظري مو ما بيها مشكلة، يعني النظر هي هو نظر، هي مادة نظر، بس العمل ايه هو والله سهلة. اي بس العمل المفروض مو هيك بس يسوي، يعني والله العظيم انا مدري والله والله خلص كورونا هاي ما ادري ليه جت كورونا، صارت بس على الجامعة بس على الكلية، شوف شارع العالم كلها تطلع وتمشي السوق. ايه طلعنا هسه احنا من رقمينكم، رقم واحد رقم اثنين ورقم ثلاثة. رقم واحد يقول علامات التوقيف هاي ما تكون في اعلى سرد وعند النظر عليها يمكن الوصول الى الاوامر الخاصة بها. رقم اثنين الاوامر الثمان التي تكون مرتبة في مجموعة منفصلة، شلون بدنا مرتبات مجاميع منفصلة، هاي مجموعة الفونت كليبورد element هاي نمبر، يعني شنو سيلز ستاك، يعني مفصلات بمجاميع. المجموعة الثالثة جروب يقول التي هي عبارة عن مجموعة من الأوامر المتعلقة بعضها تستخدم لتنفيذ مهام محددة. يوجد سهم صغير في الزاوية اليمنى السفلى للمجموعة الذي هي هيئ لنا خيارات إضافية للمجموعة. شوفوا هناك سهم هنا، هذا السهم طلع، شوفوا هذا السهم هيك إذا أضغط عليه راح يظهر لي شنو، راح يظهر لي خيارات إضافية. شوف خيارات ظهرت لي، خيارات إضافية غير الخيارات اللي موجودة بشريط الأدوات. اكو شريط طلاب يسمونه شريط سكرول بار اللي هو شريط التصفح، هذا الشريط اقدر اصفح كامل الورقه مالتي، شوفوا اروح وارجع اروح وارجع واصعد وانزل، هذا يسمونه سكرول بار شريط التصفح. عندنا شريط الحاله اللي هو ستيشن بار الذي يظهر اسفل الشاشه ويبين طرف عرض المصنف الباقي العمل، ما في تكسرات. شوفوا طلاب هذا شريط الحالي، هذا هنا الظاهرة الممكن اللي هو أقدر من خلاله أكبر وشنو أقدر أسوي، أزغط الورقة مالتي وأقدر أنتقل بين الأوراق اللي موجودة وأقدر أفتح ورقة عمل جديدة. أسجل لك قائمة فايل، أول قائمة من قائمة عندي اللي هي قائمة فايل اللي هي قائمة ملف. هلا أقدر شنو هاي قائمة فايل، شنو أسوي؟ أقدر أسوي حفظ وحفظ، يعني إذا حفظ يعني وين ما وصلت أنت حفظ راح يحفظ لي ما بدون تغيير، بس يحفظ الشغل اللي سويته آخر شيء. أقدر حفظ باسم، يعني شنو راح يسوي لي مستند جديد غير اللي ذاك اللي اشتغلت عليه اسم جديد. اقدر افتح ملف واقدر اغلق هاي النافذه. اذا اريد اسوي مستند يعني ملف جديد اروح على جديد واختار مصنف فارغ، راح تظهر لي ورقه عمل جديده فارغ.
وأقدر أيضا من قائمة ملف أسوي طباعة وأسوي حفر بصيغة متعددة. قائمة الصفحة الرئيسية طلاب، الصفحة الرئيسية مثل ما أخذنا بالوورد تتكون للمية تغيير الخطوط وتنسيق الخطوط وتكبير الحجم وتصغيره والتوصير، ويعني شنو الشغلات اللي تحس تخص الورقة عفوا راح نلقاها بالصفحة الرئيسية. عندنا القائمة اللي وراها هي قائمة إدراج، أقدر شنو أدرج؟ أدرج جدول، أدرج صورة، أدرج شكل، أدرج عمود. يعني شنو أريد أدرج من قائمة إدراج؟ شلون ما أخذنا بالوورد هنا الأكسل نفس الحالة نفس الشغلات موجودة، بس شنو يتعمق بها أكثر بالجداول، لأن الأكسل شغلة عبارة عن جداول. طبعاً هاي المحاضرة عندكم نازلة يقدرون تطلعون عليها طلاع، واللي عنده حاسبة يقدر يطبق عليها، واللي يقول أنا ما عندي حاسبة يقدر أكون بالموبايل يقدر يطبق، وأي واحد يريد معلومة أو أي شيء أنا موجود دلني. طلاب الصفحة الرئيسية معكم هاي تتكون لها مثل ما ظهر معكم، اللي أنا أحدد إلى اللون الأحمر اللي هو كاتب محمد باللون الأحمر، واللون الأزرق اللي هو مالك هنا مجرد أن نحدد هذه الخلية. هذا تعلمنا إحنا اللي اسميه عمود، شوف طلاب اللون الأحمر هو عمود، أما اللون الأزرق فهو شنو صار. يعني هسه أنا دا عم أقول لك أريد هذا المكان، هذا المكان اللي نحدده إيش قد إيش قد رقمه، انت مو تروح تكتب 1 2 3 وتشوف ايش قد، مجرد ان تقول لي اتش هذا شنو اتش 8، اي واحد هسه يسالك يقول لك هذا المجلد ايش قد، بس قل له اتش 8 هو يعني استراتيجيا راح يجي يركز لك على هذا المكان اللي هو هذا اتش. شوف اذا ننزل هو العمود اسمه اتش والصف ايش قد رقمه 8، فراح يقول لك شنو اتش 8. مدى خلايا السيل رانج، المدى هو النطاق الذي يشير إلى المسافة، نقطة ثانية هو على ثلاثة أنواع. يقول عندنا المدى الأفقي، المدى الأفقي مثل ما ظهر لكم الذي يشمل على خلايا متتالية أفقيا ضمن صح واحد، يعني هذا مدى أفقي، هاي خلية متتالية بمدى شنو أفقي، بديت من بي نهايه بالام، هذا مدى افقي يعني مشيت بالصف داخل الصف. اما المدى العمودي فيبدي لي منين؟ يبدي لي مثلا بالواحد وينتهي لي بالسته، الطلاب بالواحد وينتهي الذي يشمل على خلايا متتاليه عموديه، يعني هناك افقي هنا شنو عمودي، بادي لي من الواحد وينتهي لي بالسته، هنا منين بادي لي؟ بادي لي مثلا من البي ومنتهي لي بالام، مدى افقي ومدى عمودي. مرات يقول نقطه ثالثه عندي مدى الافقي والعمودي، يشمل شنو؟ يشمل شنو؟ يشتمل على خلايا متتاليه عموديا وافقيا في ان واحد، يعني هاي الخليه من بي الى اتش شنو؟ افقي، بس من بي الى من عفوا من 2 الى 6 هي عمودي، اشتملت المدى الافقي والمدى العمودي. تعلمنا شلون نسوي مصنف جديد، يعني ورقة عمل جديدة، قلنا نروح على ملف ونختار من قائمة فايل زر نيو جديد، فيظهر لنا مربع نفس ما ظهر طبقناه قبل شوي. الحفظ أيضا اخذناه شلون نقدر نحفظ، طلاب يمكن ما وضحت لكم
يعني نفس الجروب الاول اللي قبلكم منه ما وقفت الساعه. انا قلت يعني لازم تطبيق مالتنا يصير يعني قدامكم نطبق، وانتم تعيدون ورانا مثل ما خلنا بالبدايه، لان بهاي الحاله ما قاعد تستفادوش. اي استفسار عندكم طلاب بالخدمه؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير عليك. حبيبي الغالي. دكتور شنو الفرق ما بين المايكروسوفت اكسل والمايكروسوفت وورد؟ اي الوورد يعني التعديل على النصوص، يعني عندك نص تقدر تعدل عليه. الاكسل راح يشتغل لي على اليمن، يشتغل لي على الجداول. الشيء يقول لي هسه راح تقول الوورد هم بجداول، لا الاكسل يتعمق بالجداول، عندك قاعدة بيانات يعني هسه تقريبا قواعد بيانات بكل الجامعات بكل الدوائر كلها تستخدم الاكسل. ليش؟ الاكسل تدري شنو من خلاله؟ نقدر نسوي عمليات رياضيه اذا تقدمنا بالماده. راح ناخذ عمليات رياضيه يعني معادله تنطيب، يعني معادله برمجيه تبرمجها له راح يشتغل لك عليها. الوورد ما بيجي. يعني الاكسل راح يختص فقط بالجداول، ما يختص بالنصوص. ما لا انت تقدر تعدل على النص بس مو نفس الوورد. راح يتعمق لك بالجداول، يعني تعطيه معادله، تنطيه معادله هو راح يفهم هاي المعادله ويسوي لك الاف او يعني يصير يشغل لك يعني عشرات الالاف، الاف الملايين كل يعني يمشي لك على نسق ثابت معادله يفهم من عندك. شلون هسه البرمجه تعرف البرمجه؟ يسوي لك برنامج راح يمشي هذا البرنامج، وكل ما تنشر تنشر هذا البرنامج راح يشعل على البرمجه اللي برمجتها انت. هذا الاكسل هم من نفس الحاله. واضح دكتور، شكرا جزيلا. حبيبي الغالي. صباح الخير دكتور. صباح الورد. اهلا وسهلا دكتور. من يتزون الرابط مال في الكويز؟ يتاخر يلا ينفتح عندي. ومن بالايميل الجامعي لازم. ومن امتحن؟ من امتحن؟ من همات يعني من أجز الإجابة اللي لازم ترجع مرة ثانية يعني إعادة المحاولة، يعني هو الوقت قصير يعني 20 دقيقة شلون؟ ما هي هاي الحالة بس عندك يعني مو يعني مو شغلة عامة على مود نقدر مو أغلب. لا أنا النت عندي حول مو ضعيف. مو شغلات نت، مو شغلات نت، شغلات إيميلات. والله أنا عندك إيميلات أكثر من إيميل بجهاز، فهو قاعد يتوهم الجهاز بأن يعني هذا الإيميل جامعي أو مو جامعي، فيتوهم ويحاول كل ساعة يحاول من الإيميل، فهو يحاول على ما بتصنيف غيره من الجامعة. لا أنا بس إيميل الجامعة فاتكتب جهازي. لا تروحين للإعدادات ما الجهاز ما تشتغل، تروحين للحسابات تلقين أكثر من حساب مشغول من الإعدادات. الجهاز شنو نوعه؟ جالكسي. إي جالكسي ذا تعرفين للإعدادات أكو قائمة اسمها الحسابات، بس تدخلين عليها تلقين أكثر من حساب. يعني احذف البقيه واخلي بس خلي بس الايميل الجامعي. تمام راح يفوتك بسرعه وماكو اي مشكله ان شاء الله. شكرا لك. هي تقريبا امتحان يعني حسب كلام الوزاره راح يقولون امتحان يعني ينتهي الكورس الاول الباكر، يعني باكر اخر موعد بالمحاضرات. ما ادري هذا الكلام يشمل المرحله الاولى او لا، فأنتوا تأكدوا. سعيد دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بس العمادة يعني من خبر العمادة مالتنا قالين المحاضرات تستمر حتى بأيام الامتحانات، يعني هي شفتها من أنتم شنو يعني ما ملاحقين المادة مالتكم المرحلة الأولى، ما ملاحقين بالمادة مالتكم، فلازم دكتور أغلب الجامعات هسه توقفت. توقفت ما يعني ما ملاحقين بالمادة مالتكم. ما الجامعات هسه بالكوفة وهاي بغداد اغلبيتها توقفت بعد ما ياخذون حضارات هذا الاسبوع بعد هاي جاي يمتحنون اصلا يبدا في امتحانات السؤال تبدا الاسبوع الجاي تقريبا الامتحان بس مو قلتكم يعني انتم دكتور الدكتور نعم
فقط استفسار. امتحانات مالتنا يوم 22 ليوم 3 و 4. مو انا اقول لك انتم يعني ما ادري مكملين الماده او ما مكملين، فاذا ما مكملين توقع على 3 4 بالنسبه لنا. لحد الان هسه احنا ما نعرف موعدنا، هسه انا لا مثلا مرتب اوضاع واقرا اخاف النقص اكمل لنا وصار معلق. اي صح حق تراكف. تدري مو بس انتم ما فاهمين الوضع، يعني كلها ما فاهم. والله بالنسبه للتدريسين ما فاهمين الوضع، لان يعني الوزاره تشوفها كل يوم هي قبل فتره الوزاره مو قالوا امتحانات ماكو وماكو دوام بالنسبه للمدارس. البارحه نزل بيان رسمي للمدارس يمتحنون السبت، يعني طلاب لا محاضره في السنه لا دارسه لا هاي راح يمتحنون السبت. شلون ما تنعرف يعني هي دكتور السلام عليكم. أس على قرار الوزاره على اساس شنو؟ دكتور بس سؤال. اي جواب. هسه احنا بالنسبه للحاسوب العملي مو الفصلي، احنا الفصلي يعتبر ما عندنا حضوري، حتى لو اجى هذا القرار ب 60% يبقى عندنا الفاينل الحضوري اذا اي اي زين. احنا شلون هذا العملي؟ إيه. شلون التحني؟ شلون تاخذ تقييماتنا؟ يعني هل التقارير وزاره تقول؟ شوف الوزاره شو تقول؟ الوزاره تقول يتوقف هسه حاليا يتوقف، بس انت ما تدري الاسبوع الجاي احتمال يقول لك لا يرجع الدوام وترجع الامور طبيعيه. يعني ايش اقول لك هسه؟ الوضع حتى يمكن ما مفهوم بعد التعليمات ما جاي. ما مفهوم والله ابد لها سنه ونص، يعني البارحه نزل الكتاب بيان رسمي اذا تريد هسه خلي اقراك منه رساله لجتنا من الجروب مال الوزاره. ايه عارف الاهل شوف شو يقول. يقول عاجل التعليم تعلن عن ايقاف المحاضرات الالكترونيه لكافه المواد للكورس الاول بشقيها النظري والعمل في نهايه الاسبوع القادم 18/3. صح. شوف يقول التعليم توجيه الجامعات كافه للاستعداد للامتحانات الالكترونيه النهائيه للكورس الاول في بدايه الاسبوع المقبل 22/3، وبنفس التعليمات السابقه على ان تؤجل مواد العمل. شوف مواد العمل يقول تؤجل مواد العمل والنظر الاساسيه الحضوريه 60% لاشعار. دكتور هسه هو هذا يخص شو اسمه اللي عندهم فاينل، يعني عندهم كورس، احنا عندنا فاينل يعني ما عنده شهري. شلون مثلا انت اذا مثلا هو ما راح يصير في حضوري اكيد احنا بما انه شهري يعتبر، شلون راح تاخذ بالنسبه لمادتنا؟ اي هو انا اسالك عن المواد اريد منك يعني انت شلون على التقارير تعتمد؟ بالنسبه لمادتنا اذا ما تعرف انه هيك شيء معتمد على التقارير، يعني ما عندنا غير اذا ما نزلت الوزاره اذا ما نزلت لك بس يعني فد نمط خاص. بس انت تتوقع هسه انا قلت لك اتوقع باي يوم الوزاره تقول لك راح يرجع الدوام وترجع الامور طبيعيه. هو الحاضر راح ينسى اليوم الجاي الجمعه والسبت والاحد راح ينسى. دكتور انا يعني جزء راح ينفتح بس على مود يكمل امتحانات التربيه وبعد ينسد، ما اعتقد يرجع ولو هذا ويرجع الدوام كله كامل حضوري. زين انت هسه والله شوف هسه هم راح يرجعون هسه المطاعم والمولات كلها راح ترجع الاسبوع الجاي يمكن ترجع. ليش يعني؟ هو شهر رمضان راح يعزم ذول اهل المطاعم حتى ما يلحقون. اي شوف هسه يعني شو نقول ليش بس الدوام قاعد بس على المدارس على الكليات؟ اي والله ابغى هو لو حضوري وامتحان حضوري بيها مجال، بس مو الكتروني حضور ما اترهم. الحضور والله من جانبكم الحضور، انتم هسه انا سالت الطلاب الحضور من جانبكم، يعني هسه انتم مثلا تجي تشرح لك في المحاضره التدريسيه، يعني انتم هسه خلينا نحكي واقع هسه. يعني تصور المحاضره مزوم، المحاضره مزوم هي نفس المحاضره داخل المستوى؟ تتوقع انت هيك؟ لا اكيد تختلف. هسه شوف دكتور شوف الحضور عندي هسه حاليا 135 طالب. انا اتوقع هسه 35 قاعد يسمعون صوتي و100 اذابين الاجهزه وتاركين كيسو وعنوان مو صح؟
صحيح دكتور صحيح. لو شوف النت اليمني استاذ لو شوف النت اليمني بالعباس مقابل الراوتر هالسامي ممكن نت ما النت دكتور إيه يعني بدور كلش من جانب عين استاذ اسمع حسك عبد الاحترام عين سمع طبعا طبعا المحاضرة بالإلكتروني بس خمس دقائق اسمع الباقي كله صوت مقطوع صوت مقطوع ليه؟ هاي الصوت مقطوع هاي النت انا قلت لك هيك يخبط يعني انا اشترك ب 40000 45000 صوت ما اسمع يعني صوتي الكترون هيك قليل قليل يعني فقط 10 دقائق من اخر ساعة الكتروني 10 دقائق ربع ساعة اسمعها وين بيت؟ انا بغرف كاش هاجر يا عم النت كده مو جايب الكمبيوتر هاي بعد أخابر أبو المكتب يقول لي والله المشكلة بالخط يقول لي مشكلة بالبصر بالخليج حمودي وين؟ خليج جروم خلنا نحكيكم ما دام هسه المحاضرة موعدنا أنا هم أشتغل بالنت العفو تفضل بس العفو عن المقاطعة اللي يريد يقدر يطلع هي لا راح من يريد يطلع فيه. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. محمد يمكن كانت فيها؟ نعم دكتور نعم. إي أنا هم يعني أشتغل بالنت عند الراديو هذا. فأي واحد يخبرنا عنه تقول له ضعيف أقول له عندنا قطع خلل بالكيبل الضوء جاي من بغداد من البصرة يعني هاي كذبة واقعية. هذا العذر دوم جاهز او دوم اي قال لك طف الراوتر ان شاء الله والله ها مليت من عتب اي طف الراوتر طب اخابره اقول له يا بنت مقطوع هسه شنو الخطوات اطف الراوتر وشغله بروح افر النوم وش اسوي لا لا طف الراوتر وشغله هذا الراوتر مالتك الواير مالتك تعبان حتى الواير جديد والراوتر جديد مايكروتك هم يجبت اي شنو والله مايكروتك جبت ب 60000 الراوتر قلت لك عاد ليه تقول دكتور بس عدلت البلكة هاليومين تنزلها لأن نريد اللحد وترسين إذا ما تصير اللحد هاي شكل من هالس والله ما أدري كان شو عليه بالدنتا دكتور دكتور أنا عندي حل شنو الحل؟ وعلى الروح قدام بالجامعة والحكومة شو تسوي خد تسوي شنو علاقة به؟ يقول ما دخلوا الحكومة لا ما دخلنا الجامعة نبقى قاعدين بالباب شنو اقول لك انت تريد توقف باب الجامعه يسجلوا يصورونك يودونك كلمه للوزاره تجي تفرض عقوبات على الجامعه خلي دكتور مداخله دكتور من ناحيه الدوام الحضور ودوام النظر يعني الالكتروني الدوام الالكتروني به هواي ايجابيات يعني خاصة يعني محاضرات اليوتيوب يعني هي أنت ما تريد ترجع لهن بس العمل عندنا يعني بيه مشكلة بس العمل النظر يعني تقدر تتكيف فيها يعني محاضرات موجودة على اليوتيوب راجع هنا أنت ما تريد فعلا الإيجابية مع الإلكتروني هو كل شيء ترى كل شيء بإيجابيات وسلبيات كل شيء بإيجابيات وسلبيات يعني حتى الحضور بسلبيات بس إحنا شو نسوي نقول أفضل لميس صار ان شاء الله هسه شوف استاذ محمد قاسم وان شاء الله ينزل لكم محاضرات الدنتا تدللوا المحاضره طبعا نزلتها هاي مع الكلاس اللي يحب يطلع عليها موجوده واللي يحب يعني للفائده ما عندنا مشكله يعني اي واحد يريد يتابع يوتيوب مجرد ان يكتب مايكروسوفت اكسل اساسيات الاكسل يبدون من الصفر يبدون من الصفر وياكم ماكو اي مشكله كل شيء موجود على اليوتيوب بالنسبه لمادتي يعني العمل تو الولد قال يعني موجودات على اليوتيوب كل الموجودات كل شيء موجود كل شيء قاعد نحكي لكم بالمحاضرات تلقون على اليوتيوب موجود اي استفسار عندكم ثاني على الايميلات على الزوم اي شيء تبون
بالخدمة. هذا ما خلنا نستغل الوقت. السلام عليكم دكتور. حبيبي عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بالكوزات اليومية يعني يصير عندي يعني خصوصا هاي بس لقيتها بمادة الأحياء من مثل امتحن واكمل الإجابات كلهن وادوس على إرسال يعني يقول لي تحقق يعني تحقق يعني مثلا من هاي الامتحان يعني جواب له يعني هيك يقول يطلع تحقق والصور يعني ويقول لك اختار يعني مثل إذا مثل شجرة فتشيك يعني هاي ليش يعني كلش عادي يطلع لك صورك لك اختار الشجرات مثلا اختار السيارات اختار الشارع ايه بالضبط هيك ايه كلش عادي بس اللي هاي وسيلة أمان يعني هي جوجل تسويها عن الهكر عن لا بس هاي بس بالامتحان يعني بس بالأحياء هالشي يعني يعني مثلا من المدرس نفسه الدكتور نفسه هو مثلا سويها قصدك هيشلو من جوجل لا 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 أبد لا 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 الدكتور مسويها ولا هي جوجل تسويها يعني أنا هم مرات هن تطلع لي كلش طيب ومرات ما تطلع لا مو أنا شيء يعني باقي الكوزات يعني مثل هسه امتحان تشريح وغيرهن وغيرهن ما يطلع هيك شيء بس بالأحياء هي مرات تطلع ومرات ما تطلع يعني كيف هاي الشغلة هاي يعني وسيلة أمان هاي دكتور تسلم بالخدمة دكتور يا طلاب بالنسبة لصوركم الجامعة توصل بأن الصور تصير رسمية حاول الصور تصير رسمية الجامعة يعني مو يبدو الصور شو وصل يلا سوشيال ميديا ما يبدو هاي الصور فأنتم جانبكم إذا بتصير الامتحانات على موشنو صوركم رسمية وميلاتكم ما بيها مشكلة فحاولوا تخلون صور رسمية اللي ما عنده صور رسمية يقدر يصور الهوية مالته ويخليها عزل هاي الفائدة لكم يعني على المصلحة يعني قاعد ينزلون تقارير بأن هواي طلاب طب الأسنان ما قاعد يخلون الصور الشخصية مالته فهاي مشكلة تصير عليكم أكو استفسار ثاني ومن المحاضرة ما عندنا شيء السلام عليكم دكتور حبيبي عليكم السلام على طاري المحاضرات الدنتال الفيديو يا ريت انه استاذ ايمن دكتور ايمن ينزلهم باليوتيوب يعني هسه هو رافعهم على جوجل درايف والجوجل درايف راد له يعني نت كلش قوي على مود يفتح الفيديو فيا ريت انه تبلغون عماده دكتور ايمن انه يرفعنا على اليوتيوب والله بلغنا بهذا الشيء والله جو طلاب قبلك وبلغنا بهذا الشيء بس هو الدكتور يقول لك خصوصية عندي فما أقدر أرفع رابط على اليوتيوب آها يعني ما يعني أصلا ما يفتح المحاضرات يعني فترة كلش يعني يشتغل 10 ثواني ويوقف الفيديو لا أدري بي والله أدري بي كلش بش يستوى بس هسا أنا أحتوي إن شاء الله وين هون عميل إن شاء الله يحل أوكي شكرا دكتور ليلى ماكو مشكلة عليكم السلام ورحمة الله ماكو مشكلة أنا آخذ حضور راح أعزم يعني واحد كل عزم راح آخذ حضور حضور راح يلا مع السلامة كلها ونشوفكم في خير إن شاء الله.